بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام الله عليكم أحبابي في الله. في هذا الدرس الجديد على قناة حوح 1481 فول 2 سوف نتعرف على طريقة يعني معالجة وإزالة بعض الخدوش إن صح التعبير التي تتواجد في بعض الأقراص. إذا كنت تتوفر مثلا على قرص قديم بخدوش كثيرة يسمحك بتشغيله على مثلا حاسوبك أو شيء آخر، فيمكنك يعني معالجة هذا المشكل يعني إرجاعه يشتغل من جديد عبر هذه الطريقة التي سوف نتعرف عليها في هذا الدرس أحبابي في الله، عبر استعمال إما معجون الأسنان أو يعني الموز. طبعا هذه الطريقة أنا شخصيا جربتها على بعض الأقراص التي كانت لا تشتغل عندي، وعندما طبقت هذه الطريقة اشتغلت، ولكم أن تقوم بتجربتها أيضا يعني في منازلكم. لهذا أخليكم مع هذا الفيديو الصغير. طيب يا أحبابي في الله، على أساس إصلاح الخدوش الخاصة بالسيدي صح التعبير، كما سوف تشاهدون هذا القرص يعني به لا أعرف إذا كانت تظهر به بعض الخدوش. طبعا إصلاحه ليس 100%، ولكن على الأقل أنه يعني تستطيع يعني تشغيل السيدي مرة أخرى يعني. فأنا كانت لي تجربة في يعني قرص لا يشتغل يعني بسبب الخدوش الكثيرة فيه، واستعملت هذه الطريقة وتم يعني إصلاح المشكلة واشتغل الفيديو، لكم أن تقوموا بتجربة أيضا هذه التجربة أحباب في الله. طيب الشيء الذي سوف يعني تعملونه، فهناك طريقتين يعني. الطريقة الأولى باستعمال يعني معجون الأسنان أي نوع كان، والطريقة الثانية باستعمال يعني الموز. طيب سوف نستعمل الطريقة الأولى أحباب في الله. ما عليك فعله هو فقط يعني وضع معجون الأسنان على يعني القرص، ثم تطليته بشكل كامل أحبابي في الله بهذه الطريقة. تطليته بشكل كامل كما سوف تشاهدون، وبعد تطليته بشكل كامل خصوصا الاماكن التي يعني يكون فيها يعني الخدوش كثيرة، تخليه مدة 5 دقائق لحين ما يجف يعني المعجون على القرص، ولنعود بعد قليل. طيب بعد ان يجف يعني المعجون احبابي في الله على القرص، المفروض عليك فقط يعني غسله وان صح التعبير على اساس ازالة المعجون عليه كما سوف تشاهدوا. ثم يعني تنظيفه ب يعني قطن او شيء من هذا القبيل، ويعني بعد تنظيفه بطبيعة الحال بالقطن جرب ان تقوم يعني بتشغيله مرة اخرى، كما سوف تشاهدون يظهر نظيف بشكل أكبر يعني تمت إزالة العديد من الخدوش، ليست الكبير يعني بشكل كامل إن صح التعبير، ليس 100%، ولكن على الأقل يعني يتم إزالة خدوش إلى حد كبير. ويمكنك استعماله، الشيء المهم هو أنه يمكنك استعماله أحبابي في الله. الطريقة الثانية يمكنك عمل الطريقتين معا يعني في آن واحد، وهي أخذ يعني الموس صح التعبير يعني علي، سوف أقوم بقطعه، أخذ الموس ثم طلاء نفس الطريقة يعني طلاء الموس قطعة الموس يعني بالسيري صح التعبير، طلاءه بشكل كبير كما سوف تشاهدون علي. ثم بعد طلاء يا أحباب في الله يعني يستحب أنك تخليه يعني نوعا ما بضع الثواني أو بضع الدقائق، ثم بعد ذلك أيضا بقشرة الموز يجب عليك حكه بصح التعبير بهذه الطريقة كما سوف تشاهدون، نقوم بحكه، وفي الأخير بطبيعة الحال سوف نقوم بتنظيفه ب غطاء أو عفوا يعني خرقة إن صح التعبير أو قطن أو شيء من هذا القبيل. علي سوف أقوم
اغسل يدي. طريقة فعالة يعني لكم أن تقوم بتجربتها في أقراص يعني لا تشتغل عندكم يعني بسبب الخدوش، فيمكنك إعادة يعني تشغيلها بهذه الطريقة أحباب في الله. من المستحب يعني في الأخير تمريره يعني ب يعني ال يعني بالغسول صح التعبير الذي يتم يعني الذي نقوم به يعني بتنظيف به يعني الكريستال يعني الزجاج، زجاج النوافذ كما سوف تشاهدون أحبابي في الله. تم تنظيف السيدي بشكل أكبر يعني، وتمت إزالة عدد يعني عدد هائل من الخدوش يعني بطريقة يمكنك استعماله مرة أخرى يعني إذا كان لا يشتغل لديك. هذا كل ما في الأمر أحبابي في الله، طبقها وشاهد يعني الفرق. حاول يعني أن تقوم بتشغيل بعض الأقراص التي كانت لا تشتغل معك بسبب هذه الخدوش، وجرب يعني أن تقوم بتشغيل مرة أخرى، وسوف تشاهد إن شاء الله بأنه سوف يشتغل معك. لا تنسى مشاركة هذا الفيديو مع أصدقائك، وأيضا الاشتراك في قناتي حتى يصلك دائما جديد الفيديوهات، وزيارتنا دائما على موقعنا دول فيديو.com، ولنما لا سمعتنا على فيسبوك facebook.com/1981 فول. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.